شوفي لو عندك أي أسئلة براحتك اتفضلي. أنا برضه عدت من الأول، يعني كل الستبس هتعملها من الأول طول الأسبوع. تمام برضه اللي وقف معايا برضه إني معرفش اللي هي عادي، الهواء مش مشكلة. كلها. التشينج والتغيير بتاع الأسماء برضه، تعالي نجرب نعملها. اللي هي بقى الحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت. طيب أنا هعطيك الكنترول عندي على الشاشة بتاعتي، جربي كده اعملي كليك ونعمل ملف حجز صغير، مرة راجع الجزء اللي فات ونشوف موضوع الأسماء والتغيير بتاعها دلوقتي. بقى التاريخ تمام. نحكي برضه على أي كلاس يعجبك براحتك. أنا هيكون علامة الديسبلاي بس بدل السلاش. تفتكري السلاش بعد الـ CHD وما بين تاريخ الميلاد؟ هنعمل برضه امر التيكت اوكي وهنقف بقى، مش هنعمل اي ار عشان نقدر نغير او نعدل في عناصر ملف الحجز بتاعي. جربي اشتغلي لوحدك، انا مش هقولك تعملي ايه، ابدأي جربي غيري الاسماء اي حاجه انت عايزاها عشان نعرف الغلط اللي بيحصل معاكي وانا صعب. أنا لو عملت فلاش انتر على طول كده بشيل الانفوع والأبل. هاتي تمام، لي البيبي. تمام
عادي ممكن ارجعه تاني بعد ما انا اعمل كده واكتبه تاني، صح كده؟ تمام. مقضيت وهي المشكلة. تعالي نجرب، وأنا سايبك تعملي كل اللي أنت عايزاه براحتك. ماشي صح كده؟ جربي، خلي السيستم هو اللي يساعدك، لو في حاجة غلط السيستم هيقول لك في حاجة غلط، لو كل حاجة صح خلاص كملي براحتك. ايه بقى؟ أنا سايبك، هو برضه السيستم بيخاف مني ساعات لما بيشوفني بشتغل كويس. هو انا بكتب رقم، بكتب انيو، هي الوان دي ريفيرتو ايه اصلا؟ رقم السطر اللي انت عايزه تغيري فيه، الان يو الاولانيه هو رقم المسافر اللي انت عايزه تعدلي او تغيري فيه، تمام. اي مسافر فيهم بقى عايزه تغيري فيه بتكتبي الاول، الواحد اللي بعد السلاش اللي هي عدد المقاعد، ان المسافر ده هياخد مقعد واحد، لان ممكن المسافر ده ياخد اكتر من مقعد بعد كده، لو عايزين نجيب له كرسي مثلا او سرير نعمل له 6 مقاعد، او لو كان عنده حاله مرضيه معينه ممكن نختار له اكتر من عدد من المقاعد، لكن في العادي دايما هيكون ليه كرسي واحد بس او مقعد واحد بس. خلاص تمام كده. ايه كمان، في حاجة تانية وقفت قدامك غير دول؟ لا فاكرة أي رسالة من الرسائل اللي كانت بتظهر قدامك وأنت شغالة على السيستم؟ لا بصراحة، بس يعني هو على طول كان يعني زي ايرور كده، هو في حاجة غلط حصلت، بس أنا كل ما يعني ماشي على ستبس دايما عملتها دلوقتي ما كانتش بتطلع، معرفش يعني. تعالي أو أجرب يمكن أوريكي حاجة من الأخطاء اللي ممكن تحصل ونشوف ممكن إزاي نعدلها أو إزاي يكون هي دي السبب عشان نحاول نقتنع. أنا هفترض مثلا إن أنا هكنسل المسافر رقم 2، شوفي كده عدد المقاعد دلوقتي قل بقى 2، مظبوط؟ عدد المقاعد في الذهاب قد العودة، والأسماء دلوقتي بقوا 2. تعالي نفترض إن أنت من غير ما تشيلي الكود بتاع التشايلد أو تشيلي الإنفانت حاولت تضيفي مسافر تاني، بمعنى ان انا هعمل ان ام 1، افترض ان انا هضيف المسافر ده في الملف. اصبح عندي دلوقتي عدد المقاعد مش مساوي لعدد الاسماء، هل دلوقتي اقدر ازود عدد المقاعد في رحلة الذهاب او العودة؟ نجرب كده السطر رقم 4 مثلا، لو قلت له 4/3 ودوست انتر السيستم هيطلع لك الرسالة دي. لو الرسالة دي اللي شفتيها معناها restricted، معناها ان انا مش قادر ازود عدد المقاعد بسبب الرسائل دي. لما قلت لك ان انا ما ينفعش يكون عندي child وعندي infant في الملف وابدا ازود عدد المقاعد في رحلة الذهاب والعودة، كان لازم الاول امسح كود التشايلد وامسح الانفانت بحيث ان الرسائل اللي موجودة تحت بتاعة الاس اس ار دي كلها ما تبقاش موجودة واقدر اعدل في الاسماء. فانا كده ما بقاش عندي حل اقدر اعمله في الملف غير ان انا هضطر اعمل اجنور واعيده تاني، او احاول اكنسل رحله الذهاب والعوده اللي في السطر رقم 4. فممكن اعمل اكس اي 4-5 كده لا اتكنسلت خالص، هعمل ار تي، اصبح عندي الملف كل حاجه موجوده، ساعتها ارجع اعمل فيل فيدباك واحجز 3 مقاعد دلوقتي. لو زودت بمسح خالص بقى اللي أكنسل يا رحلة إما الذهاب والعودة اما وأرجع اشيل مرة تانية التشايلد والانفو. والإنفانت الأول وبعد كده أرجع أضبط عدد المقاعد. إحنا خدنا إيه آخر حاجة المرة اللي فاتت؟ خدنا الـ change والـ delete.
خدنا الوجبات وخدنا كل الاوبشنال وخدنا بيانات جواز السفر، مظبوط؟ احنا مسؤولين اي دي. تمام، كملنا الخطوات لحد طباعة التذكرة. شفتي الخطوات؟ سجلنا طريقة الدفع كاش والعمولة وطبعنا تيكت، مظبوط؟ طيب تعالي نجرب كده ناخد فكرة عن القصة الصغيرة دي. احنا محتاجين نعرف ازاي نعمل فويد للتيكت، نلغي التذاكر النهاردة، وازاي نعرف حاجة عن الريفاليديشن او فكرة لو العميل عايز يغير او يعدل رحلة الذهاب والعودة. تعالي نجرب نجيب نفس الحجز بتاعنا على الرحلة دي ونكمله لحد الطباعة. ممكن تعملي افيلابيلتي مرة تانية وليكن من كايرو لندن برضو على الخطوط البريطانية، وكملي الحجز بتاعك لحد ما نطبع تصل. مش عايز يعمل ممكن تستخدمي الاي ام. احنا انا قلت لك على الامر اللي هو اللي اسمه اف اكس دي ولا لسه ما عرفناهوش؟ طيب تعالي نجرب نعمل اجنور بقى خالص، نعمل اي جي ونجرب نعمل ملف جديد خالص. انا هسحب منك بس الكنترول عشان اوريك الامر اول مره وبعد كده ارجعه لك تاني. هنفترض ان انا عميل ودخلت عندك شركه سياحه وبسالك على ارخص سعر على كل شركات الطيران. مش هينفع ان احنا نستخدم الامر بتاع الاي ان بتاع المره اللي فاتت، هنجرب امر اسمه اف اكس دي. الاف اكس دي ده الميزه بيجيب لي اقل سعر على كل شركات الطيران. بيبدا الاسعار تترتب من ارخص سعر لاغلى سعر، بعد كده انا بيبقى عندي سهوله شويه ان انا اقدر اختار السعر الامثل. عشان كده ده الامر اللي غالبا بنحب نشتغل بيه في شركات السياحه، وهو اول امر بنبدا بيه دايما. بنكتب بعد الاف اكس دي عدد المقاعد اللي احنا عايزينها وليكن 3. اذا ما كتبتش رقم هنا معناها ان انا عايز مقعد واحد بس. بكتب بعد كده بيانات الرحله ان انا هغادر من كايرو وحد تاريخ الذهاب يوم 10 مايو وانا رايح مطار الى لندن مثلا، وهختار تاريخ العوده بتاعتي ديت يوم 20 مايو عائدا الى كايرو. يبقى الامر بالشكل ده، كتبت اف اكس دي، ده الامر اللي بيجيب ارخص سعر على جميع شركات الطيران. 3 هي عدد المقاعد بتاعتي. كايرو ده مطار المغادره، ده التاريخ اللي انا بغادر منه، بكتب قبليه حرف الدي اللي هي تعني ديت، بعد كده بكتب مطار المغادره بتاعي اللي هو لندن، بعد كده تاريخ العوده بتاعتي اللي هي يوم 20 مايو وراجع الى مدينه القاهره. بعد شويه هنشوف ان احنا ممكن نحط فيه اكتر من اختيارات تانيه، ممكن نحدد شركه طيران، ممكن نحدد نوع معين من الرحلات، لكن الميزه بتاع الامر ده انه بيجيب ارخص سعر على جميع شركات الطيران وبيرتبهم من الارخص للاغلى. لو كتبت الامر ده هندوس انتر ونشوف سوا مع بعض. فدوسنا انتر، هتظهر عندي شاشه في خلال 5 ثواني كده مترتبه من ارخص سعر لاغلى سعر متاح عندي على الرحله دي. كالمعتاد اماديس بيجيب اخر امر احنا عملناه، فبيعيد الامر اللي انا عملته وبيطلع لي 24 جروب. 24 جروب معناها ان انا عندي الاسعار بتاع الذهاب والعوده بنسميها الجروب. لو انا اخترت اي جروب منهم معناها ان انا بحجز ذهاب وعوده. بيقول لي عندي 50 ريكومنديشن وعندي اسعار تانية مفضله بتبدا من اقل سعر ب 23280 جنيه لاغلى 45918. الاسعار دي شامله الضريبه للثلاث مسافرين اللي انت محددهم فوق، والرحلات اللي موجوده دي بافتراض ان الثلاث مسافرين اللي انت هتسجليهم ادل او ناس كبار. بعد شويه هنعرف ازاي نجيب سعر للتشايلد او الانفانت واحد. طيب فين الاسعار دي؟ اقل سعر ظهر عندي هو ده اللي هو اول سعر اللي هو 23280. بيقول لي السعر ده في الجروب رقم واحد، بيقول لي ريكومنديشن نمبر 1. انا بفترض ان انا بقول لك افضل سعر عندي او ارخص سعر هو الجروب الاولاني. خليكي فاكره ان رقم الجروب رقم واحد ده هو اللي هنستخدمه لما نيجي نحجز لو لقينا رحلات تانية. لو نزلت تحت شويه هلاقي تفاصيل الرحله بتاعتي. بيقول لي السعر بتاع المسافر الواحد بس، البي تي سي ده معناها باسنجر تايب كود، معنى كده ان ده مسافر واحد بس، نوعه ايه؟ ادل. فنوع المسافر اللي انا جايبه لي كمثال هو الشخص الكبير او البالغ الادل. الثلاث مسافرين دول هيدفعوا بعمله الجنيه المصري. المسافر الواحد يدفع 7760، فالمبلغ ده هو اجمالي ثمن التذكره، شامل الضرايب شامل كل حاجه للمسافر الواحد. لو الاسره دي عيله كامله مع بعض ممكن تدفعي لهم المبلغ ده. سيستم قال لك ان هم 23280، هو نفس المبلغ ده، هو نفس المبلغ اللي السيستم بيطلعه. ده بيجيب لي اقل سعر على كل شركات الطيران تقريبا مترتبه من الارخص للاعلى.
السعر ده من ضمنه ضرائب 4966. خد بالك ان ال 4966 دي من ضمن السعر الاجمالي اللي موجود عندي، فانا هنا عندي السعر التوتال هو ده، انا مش محتاج اشغل بالي ابدا بالضرائب دي، لان السعر ده شامل الضريبه شامل كل حاجه. الفير بيز كنا بنسميه كود اساس التسعير، والفير بيز ده هو الكود اللي السيستم على اساسه بيسعر التذكره، والحرف الاولاني منه كنا بنسميه الكلاس او درجه الحجز اللي انا ممكن احجز عليه. ظهرت عندك السعر ده على الرحله الاولى على الخطوط الجويه اللي اسمها اي زد. الاي زد دي طالما انا مسافر من القاهره الى لندن مش على مصر الطيران ولا البريطانيه، فغالبا دي شركه الطيران الايطاليه بقى، وممكن نبحث عنها بعد شويه، بس الايطاليه معناها ان الرحله دي هتنزل ترانزيت. بعدها مكتوب عندي هنا رقم الرحله، الكلاس بتاعتي، تاريخ الذهاب اللي هو 10 مايو، الرحله هتغادر من كايرو من صاله رقم 2، هتنزل مطار اسمه اف سي او. اف سي او ده غالبا مطار روما، معنى كده ان دي اول رحله ظهرت عندي ترانزيت. ممكن المسافر ما يكونش حابب رحلات الترانزيت، لكن احنا بنعرض الرحلات كلها من ارخص سعر لاغلى سعر عشان نضمن ان احنا جبنا له السعر الارخص، وبعد كده هو يختار هل هو عايز رحله على شركه طيران ثانيه او رحلات بدون توقف براحته. بقول لك الرحله دي هتوصل للصاله رقم 3، هتغادر من القاهره الساعه 16:25 دقيقه، هتوصل الى روما الساعه 8:10 مساء. ودايما موجوده هنا اي زيرو، معناها الكترونيك تيكت، وزيرو بدون توقف، وده نوع الطياره بتاعتي. لو بصينا على نص الرحله الثاني اللي هو ده، دي الرحله الكونكشن الثانيه بتاعتها، هتغادر برضه على ايطاليا، رقم الرحله 210، الكلاس بتاع الرحله الثانيه هو الاكس، هنغادر في نفس اليوم اللي هو 10 مايو. الرحله دي هتغادر من روما من صاله رقم 1 الى لندن صاله رقم 4. هتغادر من روما الساعه 21 وثلث، يعني مفيش تقريبا وقت كتير قوي بينهم، ب 10 دقائق بس، معنى كده ان الرحله دي ترانزيت سريع جدا، وهتوصل كمان لندن الساعه 23 و5 دقائق او الساعه 11 و5 مساء. برضه هي هنا بدون توقف، الكترونيك تيكت وزيرو بدون توقف، نوع الطياره 321، والرحله دي خدت 7 ساعات و40 دقيقه زمن اجمالي الطيران سواء في الذهاب او الترانزيت كمان. رحله العوده برضه بنفس الطريقه، ترانزيت على الرحله الثانيه. طيب لو انا مش عاجباني الرحلات دي ممكن انزل تحت، بس هنلاحظ ان السعر ده بدل 23,280 هيبدا يزيد، حتى لو بيزيد مبلغ بسيط خالص، لكن كل ما هننزل تحت هنلاقي اسعار اكتر وهكذا. لو بدات اقرا الكلام ده للمسافر، وهفترض انه جايب سعر من شركه سياحه ثانيه او من على الانترنت، وقال لي لا انا عايز سعر من القاهره لندن ارخص سعر بس تكون رحلات بدون توقف، ممكن اعمل الامر مره ثانيه. لو جبته بالتو سهم لفوق، ازود هنا 2 سلاش، الشرطتين دول بستخدمهم بس مع الامر بتاع الاف اكس دي. لو حددت اف ام معناها ان انا عايز الرحلات دي الفلايت تكون نون ستوب، او عايز الرحلات دي بدون توقف. فهنا مع الامر بتاع الاف اكس دي بحط 2 سلاش في اخر الامر وبكتب اف ام معناها ان انا عايز الفلايت نون ستوب او بدون توقف. لو كتبنا الكلام ده عندك هنجرب برضه ندوس انتر ونشوف الفرق ما بين الاسعار لما بتترتب على كل شركات الطيران، وبرضه لما بحدد كمان معاها انها بدون توقف معناها انه هيبعد لي الرحلات زي اللي احنا شفناها من شويه اللي هي على الايطاليه او تكون ترانزيت في اي بلد تاني. بدا يظهر عندي السعر ده 23,397، مفيش فرق كبير قوي ما بين السعرين اللي شفناهم، لكن الفرق الحقيقي ظهرت ان الرحله الاولى على مصر الطيران من كايرو لندن ورحله العوده، فبدأ يجيب لي كل الرحلات على شركات طيران تكون مباشرة بس من القاهرة إلى لندن، أو الفلايت تكون من الصوب. كل ما هنزل تحت هلاقي أسعار تانية على مصر الطيران بس قد تكون أغلى وهكذا. يبقى الأمر اللي إحنا زودناه هنا إيه؟ اللي هو الـ FN ده معناها بيجيب لي الرحلات اللي بدون توقف. ممكن أزود عليه حاجة كمان، لو المسافر عايز الرحلات اللي بدون توقف بس مش على مصر الطيران، عايزها على شركة طيران معينة، ممكن أنزل أعمل موف داون وأشوف رحلات تانية. او برضه ازود الامر ده بعد ما كتبت الاف ان، احط هنا سلاش وهكتب حرف الاي اللي هي تعني ايرلاين، واكتب كود شركه الطيران بتاعتي. يبقى انا قدرت اجمع كده ما بين السعر وان الرحلات دي تكون بدون توقف وكمان تكون على شركه طيران معينه. لو كتبت الكلام ده عندك هدوس انتر تاني، هتظهر الرحله الاوله دي على الخطوط الجويه البريطانيه زي ما انا محدد، وهتكون بدون توقف من كايرو لندن. قد يكون سعرها اغلى، لكن انا كده بقى عندي الاحتمالات اللي انا اقدر احددها للمسافر زي ما انا عايز. لو عجبني السعر ده وعايز احجز عليه لازم اشوف هنا الجروب دي رقم كام. مكتوب هنا الجروب دي رقم 1،
لو عايز اسحب المقاعد او اشتري من الشاشه دي، بننزل تحت هنا نعمل امر اسمه اف اكس زد 1. الاف اكس زد ده معناه ان انا بحجز من الجروب دي، وبكتب بعدها الجروب نمبر 1 او رقم المجموعه اللي انا عايز احجزها. بمجرد ما هعمل الامر ده وادوس انتر، هيبدا يجيب لي رحله الذهاب والعوده كاني عملت افيلابيلتي سيت وحجزت المقاعد. بعد كده بس هنكمل ثواني نفس الخطوات العاديه. انا لسه مفتكرت ان انا اجيب في ايرلاين معين. عايزه تكتب ايرلاين بس بدون انواع الرحلات ولا الاثنين مع بعض؟ لا ان انا يعني ان انا اجيب ساعات اللي هي الستابل ما سمعتيش منه، معلش. فيت الايه؟ الستابل فيت اللي هي اف اكس دي، نزود شرط الطيران معينة. يعني اخر امر اللي احنا أيوة دي عملناه اللي هو ده بالظبط، هو ده. تمام. هي هعلمك عليه بس عشان تشوفيه. خلاص تمام يا حبيبي. تعالي ننزل تحت هنا. يبقى انا لو عايز احجز بقى على الرحله دي، هعمل الامر ده اللي هو اف اكس زد 1، وهكتب رقم الجروب نمبر بتاعتي. انا سايب لك الكنترول. بعد ما تخلصي كتابة اللي انت عايزاه، اعملي كليك على الصفحه ودوسي انتر. بعد كده نكمل الخطوات العاديه بتاعه الحجز بتاعك. اكزيت وان دي كده تمام. دي الايه معلش؟ دي لحجز المقاعد او لشراء المقاعد في الجروب رقم 1. الامر ده يساوي سيل سيت، يعني بعمل سيل سيت على الرحلات اللي احنا شفناها من شويه، بس عن طريق الامر بتاع الاي ان. المره دي انا بستخدم الامر بتاع الاف اكس دي، بعديه عشان احجز منه بعمل اف اكس زد. تعالي نعمل كليك في الصفحه من عندك. خلاص انا وريتك بس الامر، دوسي انتر، وبعد كده نكمل الحجز لحد ما نطبع التيكت بتاعتنا بالكامل. هتبقى نفس الخطوات اللي بعد كده اللي احنا عملناها، هنسجل الاسماء، التليفونات، نفس الخطوات العاديه. لو فاكره الشاشه دي، هيظهر عندك السعر الاولاني، وبيديني التايم ليميت فوق، بيقول لي اخر ميعاد تقدر تشتري فيه التذكره اللي هو يوم 26 ابريل. ممكن ننزل تحت شويه، هتلاقي عندك السعر الاجمالي. نبدا نسجل اسماء المسافرين ونكمل الخطوات العاديه بتاعتك. عشان اخليك تشوفي الشاشه اللي انت متعوده عليها، جربي اعملي ار تي كده. نعمل ار تي يعني ريتريف. هتشوفي دلوقتي رحله الذهاب والعوده ظهرت عندك، كانك عملتي افيلابيلتي على شركه الطيران، وعملتي تلفيت، وخدتي ارخص مقاعد او ارخص درجات حجز متاحه على الدرجات دي. ممكن دلوقتي نبدا نسجل الاسماء اللي انت عايزاها والتليفونات والتيكت، ونكمل الخطوات لحد ما نطبع التذكره. هنمسح السلاش الأولاني ده برضه.
تنسيش هنا علامة البلس اللي هي قبل رقم بعد الام، مظبوط. تمام، هنكمل عادي بقى لحد ما نحفظ الملف. هنعمل ER عايزين بقى نسعر الملف ونخزن السعر في الملف. الأمر بتاع التخزين اللي هو كان FXP، ظهر عندك دلوقتي السعر بتاع كل مفتش. عشان انت سجلتي تشايلد وانفنت، اعطالك الديسكاونت او التخفيض بتاع كل واحد، قالك ان السعر بتاع المسافر الاولاني اللي هو تشايلد التوتال بتاعه 11077، سعر الادلت 15306، وسعر البيبي 2940. التوتال المفروض العيله تدفعه كلها هو 44629 تقريبا. تعالي نحط التوقيع ونحفظ ونكمل الملف لحد الطباعه. هنحط بقى طريقه الدفع كاش ونحط العموله بتاعتنا. تلاقي طريقة الدفع اللي هي الـ FB Cash، والعمولة بتاعتي FM0 أو 3% على حسب النسبة اللي أنت عايزها. هنجرب برضه نحط التوقيع ونعمل أمر الطباعة أو أمر الإصدار بعدها. نرجع تاني نعمل RT ونشوف أرقام التذاكر اللي احنا صدرناها حالا. لو عملنا موف داون شوية أو نزلنا تحت شوية هتلاقي أرقام التذاكر اللي هي صوت رقم 13 و14 و15. احنا خدنا الأمر بتاع الفويد المرة اللي فاتت، ازاي نلغي التذاكر. تعالي نجربه. الأمر اسمه TRDC. تعالي ننزل تحت شوية ونكتبه صح، TRDC. نعمل سلاش ونكتب all. ده هيلغي كل التذاكر بتاعتنا بالكامل اللي احنا عملناها في الملف، وهو اختار تيكت ري ديسبلاي وحرف سي فور كانسليشن، كان عايز الغي التذاكر كلها بتاع كل المسافرين. طب لو انت عايز تلغي تذكره بتاع مسافر واحد بس، ممكن نمسح كلمه اول دي ونكتب ال رقم السطر بتاع التذكره الاولانيه اللي هي في السطر رقم 13. نجرب كده نلغي التذكره الاولانيه بس عشان نشوف ايه الفرق بينها وبين التذاكر لو ما كانتش اتلغت. هنكتب L اللي هي اختار كلمة line number، وأول سطر عندي فيه التذاكر اللي هي فيها الـ SA ورقم 13 عندي، وانتر. فالأمر ده بيعمل حاجة اسمها void. كلمة void بالإنجليزي أقصد بيها إن أنا عايز ألغي التذكرة. عندنا أقصد بيها إلغاء التذكرة في نفس يوم طباعتها قبل الساعة 12 بالليل، والإلغاء ده بيكون مجانا على معظم شركات الطيران بدون أي تكلفة. إذا كانت شركة طيران بتسمح لي بالفويد معناها إنه بيكون مجانا بدون أي تكلفة. ممكن نعمل RT، نرجع نتفرج على الملف ونشوف التذكرة اللي كانت في الصف رقم 13 دي اتلغت، إيه اللي اتغير فيها؟ لو نزلتي تحت شوية بالملف بتاعنا، التذكرة اللي اتلغت عندك كانت في الصف رقم 13، بعد ما بتتلغي بتنزل تحت. حالة التذكرة دي عايز أوريها لك، مكتوب هنا 18.
الاي تي معناها انها تذكره اكتف، يعني مش ملغيه، يقدر المسافر ياخدها ويسافر بيها. اول ما بنلغي التذكره بتنزل تحت خالص، فالتذكره الاولانيه اللي اتلغت بقت في الصف رقم 16، بقى مكتوب مكانها هنا اي في او الكترونيك فويد، يعني التذكره دي تم الغائها او اتكنسلت. كل التذاكر الاكتف بتطلع فوق، والتذاكر الملغيه بتنزل تاني مره تانيه تحت. فانت لو عايزه تلغي التذاكر الباقيه تقدري تلغي مره تانيه تذكره في الصف رقم 13 و14 و15. بدل ما نعمل القصه دي تذكره تذكره، ممكن تعملي كليك ونعمل الامر مره تانيه اللي هو trdc/all، نلغي التذاكر لكل المسافرين. نجربه تاني، هنعمل trdc نفس الامر تاني، وهحط سلاش اول لجميع التذاكر اللي موجوده عندي في الملف وانتر. السيستم بيطلع لي ارقام التذاكر اللي موجوده عندي، الاولى والثانيه والثالثه. اول تذكره موجوده قدامها بيقول لي اوريدي كانسل، يعني دي اصلا كانت متكنسله، لكن التذاكر الثانيه السيستم كنسلها لي ولغى لي التذاكر بتاعتي. عشان اتاكد من المعلومه دي كمان هنعمل RT، نرجع لملف الحجز بتاعنا. لو رجعنا لملف الحجز عايزين نتاكد ان حاله التذاكر كلها اتغيرت، بدل ما كانت ET بقت EV او اللي هي الكترونيك فويد. لو نزلت تحت شويه على ارقام التذاكر هتلاقي كل التذاكر حالتها EV او الكترونيك فويد لكل تذكره من التذاكر اللي احنا عملنا لها كانسليشن. بعد ما بنلغي التذاكر دي لازم نلغي رحله الذهاب والعوده. لو بصيتي فوق كده على الصف رقم 4 و5 هتلاقي رحله الذهاب والعوده موجوده، وعدد المقاعد زي ما هو موجود. معنى كده ان انا محتاج الغي رحله الذهاب والعوده اللي هي في الصف رقم 4 و5. ممكن نستخدم الامر اللي خدناه قبل كده اللي هو ايه؟ اكس اي. ممكن الاكس اي ينفع، بس الاكس اي هيبقى فيه ميزه ان انت مش محتاجه تدوري على ارقام الرحلات دي. نجرب نعمل اكس اي. مظبوط. هنجرب بعد ما نعمل اكس اي، هنحط التوقيع، نعمل سيف فروم، ونعمل اي ار عشان يبقى عندنا كل البيانات دي. تمام. بعد كده نجرب نعمل اي جي، نقفل الملف بتاعنا مش هنكون محتاجينه دلوقتي. لو عملنا اجنور يبقى احنا بنعمل كلوز للبي ان ار او بنقفله. كده انا لغيت الملف بالكامل، ما عنديش اي خساره ولا اي حاجه اكتر من الوقت اللي انا عملت فيه الملف. احنا بنلجا لالغاء الملفات بسببين، قد يكون بسبب حاجه ان المسافر ما دفعش ثمن التذاكر، او اكتشفت ان في غلط في التيكت بتاعتي. عايزك تجربي مره. هنجرب نشوف حاجه اسمها تقرير مبيعات. عايزين نظهر تقرير مبيعات اليومي. التقرير ده هيطلع لي التذاكر اللي احنا طبعناها النهارده اذا كانت اكتف، ودايما الحسابات بتطلب مننا ان احنا نطبع التقرير ده كل يوم في نهايه يوم عمل. الامر بتاعي اسمه تومي جاك كوين، اللي هو تي من كلمه تومي، وحرف الجي من جاك، وحرف الكيو من كلمه كوين. تعال نكتب الثلاث حروف دول. هنكتب تي جي كيو، وهنسمي الامر ده اظهار تقرير مبيعات اليوم. لو عملنا الامر ده وضغطنا انتر بيطلع كل التذاكر اللي احنا طبعناها النهارده. تعال نقرا البيانات اللي فيه. فوق خالص على الشمال بيقول لك الايجنسي نمبر، ده رقم شركه السياحه اللي احنا موجودين فيها، ده كود شركه السياحه اللي احنا فيه اللي هو بتاع الاياتا اللي بناخده من منظمه النقل الجوي. تحت هنا الاوفيس اي دي، ده كود شركه اماديس اللي احنا اديه لنا شركه اماديس. تحت هنا الايجنت، ده اليوزر نيم بتاع الموظف اللي قاعد شغال على السيستم دلوقتي. هنا بيقول لي التقرير ده بتاع تاريخ النهارده، الكويري ريبورت ده بتاريخ يوم 19 ابريل. وعلى اليمين العمله بتاعتي او الكرنسي اللي ظاهره عندي هي الجنيه المصري، وده التاريخ اليوم بتاعنا اللي هو يوم 19 ابريل 2020. على الشمال الاعمده اللي موجوده دي بتشرح كل البيانات اللي موجوده فيها. العمود الاولاني ده اللي هو مكتوب فيه اف اي كيو او سيكونس، مكتوب فيه رقم مسلسل لجميع التذاكر اللي احنا صدرناها النهارده، والارقام دي ممكن نستخدمها بعد كده لما نحب نلغي التذاكر في اي وقت. مكتوب هنا كود شركه الطيران، الاي ال مقصود بيه الارقام بتاع شركه الطيران، واتفقنا ان الارقام دي بتبقى موجوده زي الارقام بتاع شركات الاتصالات. اي شركه طيران بيبقى ليها رقم بتبدا بيه تذاكر، يعني مصر الطيران بتبدا ب 077،
خطوط السعودية بتبدأ ب 065، أي شركة طيران بيبقى ليها 3 أرقام دايما بتبدأ بيها. عشان كده ده لو شفت الرقم ده من غير حتى ما أعرف شركة طيران بعرف إن دي الخطوط الجوية البريطانية. بعد كده دي أرقام التذاكر، وهتلاحظ إن أرقام التذاكر واخدة سيريال نمبر، برضه أرقام مسلسلة، يعني بتنتهي مثلا ب 93 94 95 96. دي التذاكر اللي طبعت دلوقتي، مكتوب جنبها التوتال، السعر الإجمالي شامل الضريبة على كل تذكرة، ده سعر للتشايلد وده الأدلت وده سعر الإنفانت. السعر ده من ضمنه دي الضرايب، فالسعر يشمل الضرايب اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الفيز أو الغرامات اللي موجودة عندي، لو في أي غرامات جات لي من شركة طيران هتيجي تحت كلمة الفيز أو الغرامات اللي موجودة دي. الكوميشن أقصد بيها العمولة اللي احنا سجلناها، احنا خدنا عمولة قد إيه؟ 3% 4%، المبلغ اللي احنا شايفينه دلوقتي ده هو العمولة اللي احنا سجلناها لما كنا بنعمل الحجز بتاعه. فالمبلغ ده هو ال 3% اللي احنا ضفناها عمولة على الشركة بتاعتي. طريقة الدفع بتاعت الاف بي معناها فورم اوف بيمنت، طريقة الدفع كانت كاش، فالمبلغ اللي انت سجلتيه تحت هنا كان طريقة الدفع نقدا. تاكس نيم معناها اسماء المسافرين، كل اسماء المسافرين اللي انت سجلتيهم في العيلة بتاعتك ظهروا هنا. الاي اس معناها الايجنت ساين، اليوزر نيم اللي احنا دخلنا بيه، احنا داخلين بيوزر نيم اسمه تي سي او تريننج سنتر. اخر حاجه هنا مكتوب الار ال او سي اللي هو اختار كلمه ريكورد لوكيتور او رقم الحجز بتاعي، ده رقم الملف اللي انت اشتغلت عليه النهارده. اخر حاجه واهم حاجه عندي هي تي ار ان سي، يعني ترانزاكشن. حاله التذاكر دي مكتوب قدامها كانسل، يبقى كل التذاكر اللي احنا عملناها النهارده لغيناها واحنا مطمئنين او عملنا لها فويد مصر. ممكن نجرب نعمل مثال تاني على نفس الرحلة دي بس من كايرو إلى جدة، ونحط فيه كل الحاجات الأوبشنال اللي إحنا خدناها زي الوجبات والخدمات الخاصة. بس هنفترض المرة دي مش ال3 مسافرين اللي عايزين يلغوا التذكرة بتاعتهم، هنفترض إن في مسافر بس عايز يلغي التذكرة وباقي المسافرين هيكملوا معانا. تعال نجرب نعمل أي دي، نعمل إجنور، ونجرب نجيب رحلة من كايرو لجدة على الخطوط السعودية في أي تاريخ أنت عايزاه براحتك. ممكن تحجزي على أرخص مقعد موجود عندنا أو آخر درجة اللي هي الفي مثلا، آخر درجة عندك، وآخر درجة في العودة اللي هي الكيو كلاس لو كانت موجودة. نحجز على الدرجات دي 3 مقاعد برضو على رحلة الذهاب والعودة. نكمل بقى بين ادلت وتشايلد وانفانت زي ما احنا اتعودنا.
جربي احفظي الملف الأول منها عشان تضمني إن ظهر عندك رقم الحجز، وفي نفس الوقت المقاعد تبقى موجودة عندك، وبعد كده نكمل الخطوات بتاع الأوبشنال براحتك. جربي اعملي ER وبعد كده نكمل الخطوات الباقية براحتك. هنا هيطلب مننا بيانات جواز السفر، هنعمل ER تاني وبعد كده نكمل. أكمل الميل ولا أعمل الميل؟ اعملي اي حاجة تانية لو حبيتي، مثلا في تنايب بعد كده نبعت رسالة للايرلاين. يعني مش لازم نكمل كل الوجبات لكل المسافرين، هناخد مثال على كل حاجة مش اكتر. آخر حاجة ولا برضو عادي ممكن أعملها في أي وقت؟ الترتيب براحتك، ممكن تعملي اي حاجة في اي وقت، مش لازم نمشي بترتيب معين. هنسجل بقى بيانات جواز السفر دي للمسافر التاني والتالت والبيبي. برضه ممكن تسهلي على نفسك تعملي الت وسهم لفوق، ونغير بس رقم المسافر اللي في الآخر. بعد كده المسافر الثالث، التذكرة بتاع البيبي بقى اللي هو الانفانت اللي معانا. تمام، نجرب بقى نحط التوقيع بتاعنا، نعمل received from ER عشان نسيب الكلام ده.
تمام. معلش قولي لي بتسألي على ايه؟ أبو حميد، معلش هو بطيء بس. عادي براحتك خالص، خد وقتك. تعالي نعمل اي ار. يعني بقعد كتير عشان عندي سكريبت. عايزين بقى نحط طريقة الدفع والعمولة ونسعر الملف ونطبع. عايزين بقى نصعر ملف الحجز، نعمل الأمر بتاع التغيير اللي هو FXP، وبعد كده نحط طريقة الدفع كاش والعمولة بتاعتنا 3%، ونكمل نفس الخطوات برضه دي، وبعدها نعمل الأمر الطباعة. ممكن نعمل FB كاش دلوقتي، وبعد كده نعمل العمولة. خلي العمولة مثلا 3% زي ما احنا بنعمل، وأكيد هنحط التوقيع في الآخر ونحفظ الملف. آخر حاجة لو عملناها ER هنجرب نعمل أمر الطباعة بعد كده. تعال نعمل RT، نرجع نتفرج على الملف ونعمل موف داون عشان نتأكد إن أرقام التذاكر موجودة عندنا اللي إحنا شفناها. ظهرت عندك أرقام التذاكر اللي هي في صف رقم 19 و20 و21 و22، أربع تذاكر لأن عندنا 3 مسافرين ومعانا البيبي. لاحظ إن الإنفانت التذكرة بتاعته اللي هي في صف رقم 22 مكتوب بعدها FAINF، معناها دي تذكرة الإنفانت أو الرضيع بتاعنا. تعالي نرجع نتفرج على ملف الحجز. ممكن نعمل RT، نعمل ريتريف مرة تانية. لو عملنا RT ورجعنا الملف هنختار مسافر واحد فيهم. هنفترض المسافر ده هيسافر أو عايز يلغي التذكرة بتاعته، والمسافرين التانيين لأ. إزاي نتحكم في واحد من المسافرين دول؟ نفترض المسافر التاني اللي هو رقم 2 أحمد عز ده عايز يلغي التذكرة بتاعته هو بس، لكن باقي المسافرين هيسافروا في نفس اليوم. في اللحظة دي أنا مقدرش أعمل الكلام ده وأنا موجود في نفس الملف، لأن أنا لو اضطريت إن أنا أعمل void للتذاكر فهلغيها للكل وهكنسل رحلة الذهاب والعودة. أنا محتاج أعلمك حاجة اسمها سبليت، أو إن إحنا نفصل المسافرين دول. هنمسك المسافر رقم 2 نفصله لوحده بعيدا عن الملف ده. السيستم هياخد اسمه، تليفونه، كل البيانات بتاعته، أرقام التذاكر وأسعاره، ويحطها في ملف حجز جديد. بعد كده لما ناخده في الملف الجديد ده نقدر نغير أو نعدل فيه براحتنا، مش هيأثر على الملف الأصلي. يبقى نكتب الكلام ده كده مع بعض. هنعمل فصل للمسافر رقم 2. الخطوة الأولى هنعمل FB ونكتب رقم المسافر 2. S اختصار كلمة split وحرف ال P for Papa أو Paris، فهكتب FB وأكتب بعدها رقم المسافر اللي أنا عايز أفصله أو أحذفه بعد كده لو حبيت. فهنعمل FB 2. SP B for Paris، B معلش. تقيلة. FB معناها split. هو ريفير له ايه؟ سبليت. سبليت. واثنين هيكون رقم المسافر اللي انا عايزه.
تعالي نشوف كده الحروف اللي اتكتبت دي، نعدلها. تمام، وانتر. لاحظي كده رقم الملف بتاعك على اليمين ما بقاش فيه رقم حجز، بقى مكانه شوية اكسات كده، اكس 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 لو شايفة رقم الحجز كده. السيستم خد المسافر رقم 2 ده احمد، وخد المقعد بتاعه وكل البيانات اللي تخصه في الملف ده، بس احنا لسه ما عملنالوش رقم حجز او ملف حجز مختلف عن الرقم التاني. الخطوة التانية اللي هنعملها دلوقتي هنسجل التوقيع بتاعك. هنعمل ار اف ونكتب اسمك ونقول له كأننا احنا اللي مسؤولين عن الالغاء ده، او منا هي اللي بتعمل الكنسليشن او الفصل دلوقتي. هنجرب نحط التوقيع، نعمل ار اف. الخطوة اللي بعدها عايزين نديله رقم حجز مختلف عن الرقم التاني، فبنعمل امر اسمه اي اف. اي اف معناها اند اند فايل، اول حرف من كلمة اند وحرف الاس اختار كلمة فايل، يعني عايز اقفله واحفظه واديله رقم حجز جديد يختلف عن الرقم القديم اللي كان موجود عندنا. فاي اف ده معناها اعطاء رقم حجز جديد مختلف عن الرقم الاصلي بتاع ملف الحجز. اول ما عملت اي اف السيستم قفل الملف بتاع احمد وحفظه وسيبه عنده، وفتح لي في الملف الاصلي. والملف الاصلي ده بيعلمني فوق خالص هنا مكتوب فيه كلمه بيرنت بي ان ار، يعني ده ملف الحجز الاساسي اللي موجود عندنا. اصبح فيه الاثنين مسافرين معاهم البيبي، رقم الحجز بتاعه مظبوط وكل حاجه تمام. يكفي بس ان احنا نعمل في الخطوه دي ار اف، نحط التوقيع بتاعنا. لازم نحط التوقيع عشان نحفظ الملف ده. بعد ما نحط التوقيع هنعمل امر تاني نقفل بيه الملف ده، مش هنكون محتاجينه دلوقتي. جرب نعمل ار اف. لازم تكتبي اسمك على الاقل بعديه، او حرفين على الاقل. وبعد كده اخر امر هنكتبه هيكون امر اسمه اي تي. اي تي معناها اند ترانزاكشن، اللي هو اختار كلمه ايزي تومي. لو عملت اي تي معناها ان انا بقفل الملف ده وبسيبه وبحفظه، والسيستم هيطلع لي رقمين حجز. فاخر امر هعمله هعمل اي تي او اند ترانزاكشن. هيظهر عندك اند اوف ترانزاكشن كومبليت، يعني انا قفلت لك ملفات الحجز. وهيظهر عندك الرقم الاولاني اللي على الشمال ده الاوريجينال نمبر، ده البي ان ار الاصلي او الاساسي. خطوط السعوديه كمان عندها خدمه انها بتطلع رقم الحجز، مش بس حروف، عباره عن ارقام بس بالكامل. الارقام دي ممكن نستخدمها واحنا بنتكلم مع الكول سنتر بتاعهم. عندهم خدمه ان انا اقدر ادخل عن طريق التليفون زي الانترنت البنكي بالظبط، وادخل رقم الحجز بتاعي واستعلم عنه او اعمل فيه اي تغييرات انا عايزها. بعدها مكتوب كلمه اس بي، معناها ان الملف ده سبليتد، اتفصل، واعطاني رقم الحجز الجديد. هو ده الرقم اللي انا ممكن اخده دلوقتي وافتح ملف الحجز والغيه بتاع احمد بدون التاثير على الملف الاساسي بتاع الاثنين مسافرين. تعالي ناخد كوبي من الرقم اللي في الاخر ده اللي هو بعد كلمه سبليت، ونعمل ار تي ونسترجع الملف الجديد بتاع احمد اللي احنا عايزينه. انا مش هاخد الارقام بقى، انا هاخد الرقم الريفرنس اللي بشتغل عليه على السيستم منه، اللي هو الارقام والحروف من غير الاس بي. هنبدا من اول حرف الار لحد الاي بالظبط، اللي هو احنا سميناه ده رقم الحجز او البي ان ار نمبر. ممكن تحت نعمل ار تي ونسترجع الملف مره ثانيه. انا كان بيجيب لك الميتنج ده اخر حاجه كنت عامله منها كوبي. ممكن تجربي تكتبي الامر تاني. ظهر عندنا دلوقتي المسافر ده اللي هو اسمه احمد عز ده لوحده في كل البيانات اللي تخصه. دلوقتي لو انا حبيت الغي التذكره بتاعته او اعمل فيها اي حاجه مش هياثر على الملف الاساسي اللي احنا فصلناه منه. بس قبل ما نسيب القصه دي، في علامه جديده ظهرت في الملف عندك فوق جنب التي اس تي، عايز افكرك بيهم كلهم. التي اس تي معناها ان الملف ده كان متسعر. الاي اكس ار هي الحاجه الجديده اللي بتدل على ان احنا فصلنا الملف ده او عملنا له سبليت. فالـ AXR دي معناها Across Reference. Across Reference معناها ملف حاجز تم فصله أو تم عمل سبليت ليه. الـ RLR معناها رقم الحاجز ده اتسيب عند شركة الطيران ورجع لي مرة تانية.
الاس اس بي معناها ان احنا كنا محتاجين بيانات جواز السفر او اللي هي سكيور فلايت باسنجر داتا. الدليل بقى ان احنا فصلنا المسافر ده ان ظهرت عندنا العلامه بتاعت الاي اس ار. تعال نجرب الاول نعمل فويد للتيكت بتاع المسافر ده اللي هي في الصف رقم 8، وبعد ما نعملها فويد نكنسله الحجز. هنفتكر امر الفويد اللي هو تي ار دي سي، تي ار دي سي او تيكت ري ديسبلاي فور كانسليشن، حط سلاش ال رقم السطر بتاعي 8. لازم اكتب حرف ال ال قبلها اللي هو ليما 8. لو ما كتبتهاش المره دي مش هيفرق، لكن لازم احدد رقم السطر عشان ده مسافر واحد بس في الملف. هنمسح رقم 8 ده ونكتب قبليه حرف ال ال بس، تي ار دي سي ال 8. لازم نتاكد ان ظهرت الرساله دي، قال لي اوكي دوكيمنت كانسل، معناها ان انا كنسلت رحله الذهاب والعوده او كنسلت التذكره بتاعتي وانا مطمن. هنعمل ار تي، نرجع نتفرج على الملف بتاعنا تاني. هنبص كده مع بعض على حاله التذكره. حاله التذكره في الصف رقم 8 مكتوب فيها اي في يعني الكترونيك فويد، يبقى انا كده مطمن ان التذكره دي اتلغت او ما بقتش اكتف. لو عايزه تفتحي التذكره دي كمان وتشوفيها عن شركه الطيران، ممكن تعملي كليك على رقم التيكت هيفتح لي فيها كل التفاصيل اللي احنا بنشوفها، وهيظهر ان حاله التيكت دي فويد. هنعمل كليك عليها. بص كده على الستاتس بتاع التذكره جنب السطر بتاع رحله الذهاب والعوده والفير بيز او الكود اللي السيستم على اساسه بيسعر التذكره، هتلاقي مكتوب كلمة voided. هجرب اشاور لك عليها دلوقتي. دي الفويد بتاعت التيكت او حالة التذكرة بتاعتي. انا كده متأكد ان التذاكر دي تم الغائها. ممكن نقفل الشاشة دي مرة تانية من علامة الاكس اللي موجودة عندك فوق، ونرجع بقى نكنسل رحلة الذهاب والعودة بالكامل. هنكنسل الايتينري بالكامل. الشاشة دي احنا فتحناها لما عملنا كليك على رقم التيكت نمبر بتاعتي. لو عايزين نلغي رحلة الذهاب والعودة هنستخدم نفس الأمر بتاعنا اللي هو اكس اي، وبعد الاكس اي هنحط التوقيع بتاعنا، نمضي ونحفظ ونعمل اي ار عشان نسيب البيانات دي. كده أنا كنسلت الذهاب والعودة. بكنسل الرحلة كمان؟ تمام. ليه بنكنسل الرحلة؟ لأن إحنا بنرجع المقاعد لشركة الطيران عشان تقدر تعرضها عندها وتبيعها لشركات سياحة تانية. لو ما كنسلتش الحجز معناها ان انا بحتفظ بالمقاعد دي، فبتعرض لغرامات من شركه الطيران. بعد ما نعمل اكس اي هنحط برضه التوقيع ونعمل اي ار. بس عايزين نطمن على الملف اللي احنا كنا عاملين له السلات اللي فصلناه، هل يا ترى اسماء المسافرين موجوده؟ هل الرحلات موجوده ولا لا؟ هنجرب نفتح الملف بتاعهم ونشوفه قبل ما نكمل شغلنا عشان نبقى متاكدين ان الفصل ده ما بيأثرش غير على الملف اللي انا شغال فيه. احتمال ننسى رقم الحجز اللي احنا كنا جايين منه، فالسطر الاخير في الشاشه دي بيقول لك الملف ده سبلاتد اتفصل، وحاطط لي تاريخ النهارده اللي هو 19 ابريل، وجنبها كود شركه السياحه اللي فصلناها منه، وبعدها رقم الحجز. الرقم ده اللي هو الاوريجينال بي ان ار او ملف الحجز الاصلي اللي احنا كنا مصدرينه وطابعين فيه تذاكر. ممكن نعمل ار تي ونسترجع الملف اللي احنا بنتكلم عليه اللي موجود تحت دلوقتي. تعال نجرب القصة دي، نعمل RT ونكتب جنبها RQ وبعدها رقم الحاجز اللي موجود عندي. ده ظهر عندي الملف الأصلي فيه أسماء المسافرين وأرقام التذاكر وكل البيانات بتاعتهم مظبوطة. ممكن نقفل الشاشة دي ونعمل لها إجنور ونروح نفتح التقرير بتاع المبيعات. هنجرب نعمل اي جي، نعمل اجنور. الامر بتاع تقرير المبيعات اللي هو تي جي كيو او تومي جاك كوي، تي جي كيو ده هيظهر تقرير المبيعات. لو بصيت على العمود الاخير دلوقتي كل التذاكر اللي احنا عملناها مكتوب قدامها كانسل، ما عدا كام تذكرة مكتوب قدامها تيكتد، تي كي تي كي معناها تذاكر اكتف مطبوعة أو فعالة أو لسه شغالة يقدر المسافر ياخدها ويسافر. يبقى أي تذكرة حالتها كانسل معناها إن اتعمل لها فويد
أو اتلغت النهاردة في نفس اليوم اللي احنا فيه. فاهم الكلام ده منك كويس؟ عندك سؤال على الحاجات دي دلوقتي؟ طيب محتاجين ناخد موضوع صغير بعد الفويد ده، عايزين نجرب حاجة اسمها صناديق الحفظ أو الكيوهات. هو موضوع بسيط بس عشان أقفل القصة دي شوية، وهسيبك برضه تتمرني على الموضوع ده مرة تانية صح. إيه حكاية صناديق الحفظ اللي عندنا؟ ساعات لما بتشتغلي في أي شركة سياحة بتلاقي ليكي مكتب خاص بيكي، وليكي وحدة أدراج أو صنم صغير تحطي فيه الورق أو الملفات بتاعتك. إحنا عندنا في شركات السياحة حاجة اسمها صناديق الحفظ، بنسميها الكيو. الكيو دي موجودة على سيستم عمودية، ممكن كل واحد فينا يبقى ليه صندوق على السيستم أو كيو خاص بيه، ممكن أحط فيها الملفات بتاعتي أتباهى. والكيوهات بتستخدمها شركات السياحة الكبيرة تنظم فيها الملفات بتاعتها، وكمان ممكن تتابعي بيها الرسائل أو الأبديت اللي بيجي لي من شركات الطيران. عايزين نشوف إزاي نفتح الكيوهات دي، أو إزاي نعمل كيو خاصة بينا أو نسميها باسمنا. تعالي نعمل إجنور كده، نمسح الشاشة دي عشان نتأكد إن ما عندناش أي حاجة عليها. بعد ما نعمل إجنور ونمسح الشاشة، هنجرب أول أمر نقدر نظهر بيه صناديق الحفظ، أمر اسمه كوين تومي كوين كيو تي كيو. 3 حروف دول بيظهر لي جميع صناديق الحفظ اللي عندي، سواء الفاضية أو المليانة. لو حبيت أعرف إيه هي الصناديق بعمل الأمر ده، الأمر جميع صناديق الحفظ واسمها كيو، تنطق زي الحرف الكيو بالظبط. لو دوسنا انتر هتظهر عندي قائمة فيها جميع الصناديق اللي موجودة عندنا، وهي عددها في حدود 97 صندوق عندنا على سيستم أمازيس كمثال. هنجرب الأمر تاني بس في ضغط جات من عندي زيادة، نجرب ابريفيشن كده لايف الكيو تي كيو ده، هنمسح بس الضغط اللي في الآخر. جربي ندوس انتر. تمام، لو ظهرت عندك ابريفيشن مثلا لايف بالشكل ده كيو، هي تنطق وتتكتب زي ما هي موجوده هنا كيو تي كيو، معناها اظهار صناديق الحفظ، بس ما لهاش اختصار اقدر اقوله لك زي ما احنا تعودنا، زي مثلا ما كنت بقول لك الاختصارات دي بنسميها اظهار صناديق الحفظ او الاكتف كيو. أول حاجة ظهرت عندك مكتوب التاريخ بتاع النهاردة، فالسيستم بيقول لك إحنا بنشوف الكيوهات دي الساعة 16 و9 دقايق، ومكتوب جنبها يوم 19 أبريل، ده التاريخ بتاع النهاردة. الكيو دي موجود جنبها كود شركة السياحة اللي إحنا شغالين فيه، فالكود ده الأوفيس أي دي بتاعنا. العمود الأولاني ده هو ده اللي يهمني، بيبقى تحتيه جميع الصناديق اللي موجودة دي فيها كام ملف، فالكيو توتال يعني بيظهر عدد الملفات اللي موجودة جوه الصندوق ده. لو ظهر هنا صفر معناها ان الصندوق ده او الكيو دي فاضية. طب هي فين اصلا الكيوهات؟ الكيوهات مترتبة هنا زي ده، رقم 94 95 96 97، دي صناديق الخاصة بالرسائل اللي بتجيلي من شركات السياحة او من شركة الطيران. وهنشوف الكيوهات اللي بعد كده. العمود اللي بعديه كلمة اد، يعني كم ملف اجمالي تم اضافته في الصناديق دي. لو خدنا مثلا مثال على الكيو رقم 97 اللي هي بتاعت المسج، بقول لك ان انا عندي 13 رساله تم اضافتها جوه الصناديق دي. لحد دلوقتي انا ما شفتش منهم ولا رساله، ما اشتغلتش عليهم، ما عدلتش فيهم اي حاجه. عدد الملفات اللي موجوده او عدد الرسائل هي 13. ال ال كيو سي معناها ليست اوف كيو كانسليشن، كم مره انا عملت تصفير للكيوهات دي او كم مره مسحت البيانات دي. بقول لك هنا ولا مره، يعني من ساعه ما فتحت الشركه بتاعتي عدد الكيوهات دي زي ما هو. اخر عمود عندي اسمه اي دبليو، بنسميها ايتم وركد او كام ملف انا اشتغلت عليه. تعالي نشوف مثال يكون فيه ال3 حاجات دول. مثلا كيو رقم واحد دي اسمها كونفو، بيقول لي عدد الملفات اللي المفروض تشوفها النهارده 107 ملف، ده التوتال بتاعك. من ساعه ما اشتغلنا كان عندنا 149 ملف فيها في الكيو رقم واحد، انت اشتغلت على 42 منهم،
يبقى انا ده الاكتيف كيو بتاعتي او الصناديق دي فيه كام ملف موجود توتال. هنا ده اجمالي عدد الملفات اللي تم اضافتها، وده اللي انا اشتغلت عليه فعليا. طب هل يا ترى انا عندي في صناديق خاصه بيا؟ لو نزلت تحت شويه كده هنعمل موف داون، هوريك ان في عندي كيوهات هنا اقدر اسميها باسم حد من المسافرين. يعني عندي الكيو رقم 60 مثلا باسم رامز، عندي الكيو رقم 65 باسم ايمن، ممكن الكيو رقم 70 دي اسميها باسمه، كاني بديكي صندوق خاص بيه وانت جايه تشتغلي معانا. ازاي نقدر نسمي صندوق او كيو معين باسم الموظف؟ انا الاول اخترته ان هو رقم 70، ممكن نعمل الامر ده كيو اي كيو، ونكتب بعديه رقم الصندوق، ونكتب اسم العميل بتاعنا او اسم الموظف الجديد وليكن مثلا مان. لو عملت الامر بالشكل ده يبقى انا بحدد ان الكيو اي كيو دي رقمها 70 هتكون باسم العميل بتاعي او اسم الموظف اللي موجود عندي مان. الامر ده بيعمل رينيم، بيعيد تسميه الصندوق او بيغير الاسم باسم تاني. بعد ما نكتبه نجرب ندوس انتر ونشوفه سوا. الأمر ده بيغير اسم الصندوق باسم موظف جديد موجود عندنا، وعن طريق الملف اللي انت هتعمليه دلوقتي نقدر نحط جوه الصندوق رقم 70 سواء حبينا نعدل او اي حاجة. هيبقى شغلنا لو حطينا موجود فيه رقم 70 كيو اي كيو ورقم اللاين تمام، وبعدها الاسم اللي انت عايزه تغيري الكيو ليه. تعالي نجرب نعمل كليك عندك في الشاشة ودوس انتر وشوف البيانات اللي هتظهر عندنا هتظهر ازاي. هيقول لك اوكي، معناها ان انا غيرت الكيو دي بقت باسمك. تعالي نجرب نعمل الامر بتاعنا مرة تانية اللي هو كيو تي كيو. كيو تي كيو هيطلع لي كل الصناديق اللي عندنا. عايز انزل تحت بعد ما اشوفها اعمل موف داون لحد ما اوصل للصندوق رقم 60 او 70 اللي احنا اخترناه، ونشوف اسمه الجديد بقى ايه. لو نزلت تحت شوية هنشوف الكيو دي رقم 70، هتلاقي موجود جنبها اسم. معنى كده ان انا ممكن الملفات اللي انت عملتيها دلوقتي هروح احطها جوه الصندوق رقم 70، فاقدر اغير واعدل فيها او اقدر اعرف الشغل بتاعي كنوع من التنظيم كمان. قبل ما اقول لك ازاي نجيب الكلام ده، ممكن كمان ان احنا نظهر الصناديق دي كلها بدل الصناديق اللي انت شايفاها دي مكتوب تحتها صفر، يعني دي صناديق فاضيه ما فيهاش اي بيانات. في مثلا الصندوق ده فيه رقم 3، معناها ان الملف ده بس او الصندوق ده فيه 3 ملفات. انا عندي امر ممكن يظهر لك الصناديق اللي فيها ملفات ويستبعد لك الصناديق الفاضيه بدل ما يظهر ال 97 صندوق او كلهم عندنا. تعالي نجرب نعمل امر اللي هو كيو تي بس. الكيو تي ده بيظهر صناديق الحفظ او الصناديق بتاعتي اللي فيها ملفات اللي هي تستدعي مني ان انا اقدر اتابعها او اشوفها بدل ما اقعد افتح الملفات او الصناديق الفاضيه اللي انا مش محتاجها. فالكيو تي ده بيعمل ديسبلاي للاكتف كيو. يعني ايه الاكتف كيو؟ يعني لازم الصناديق دي كلها يظهر تحت العمود اللي اسمه كيو توتال ان فيها ملفات، اي صناديق فاضيه مش هتظهر دلوقتي حالا. لو نزلنا تحت شويه هنلاقيهم 5 6 كيوهات نقدر نبص عليهم، من ضمنهم الكيو بتاعتك اللي هي رقمها 70. يبقى الكيو تي ده بيظهر الصناديق التي تحتوي على ملفات وبيستبعد الصناديق الفاضية أو اللي ما فيهاش بيانات. لو كتبنا الكلام ده براحتك هنجرب نسترجع ملفات الحجز اللي أنت عملتيها قبل كده، وهي غالبا كلها باسمك أنت أو باسم العيلة اللي أنت مسجلها، وبعد كده نبدأ نحطها جوه الكيوهات دي ونشوف إزاي نتعامل معاها أو نغيرها أو نحذفها من جوه. لو حبيتي تسترجعي الملفات باسم العيلة بتاعتك هتعملي RT سلاش تكتبي الفاميلي نيم وبعد كده سلاش الفيرست نيم اللي انت متعوده تسجلي يعني. هنحط سلاش ونكتب اسم العيله بتاعك او بتاع اي حد من المسافرين اللي انت سجلتيهم، بعد كده سلاش الاسم الاول بتاع اي مسافر معنا وانتر. احتمال تظهر عندك ملفات كتيره، كل ملف من دول بيظهر لانك انت عملتي اكتر من ملف. الملفات دي مترتبه من 1 لحد 8. لو بصيت على الملفات من 1 لحد 6 كلهم فيهم رحلات،
عشان كده بنسميهم اكتيف ايتينري. الملفين اللي في الفتره رقم 7 و8 مكتوب قدامهم نو اكتيف ايتينري، معناها ان الملفات دي او ما فيهاش رحلات اكتيف او فعاله، تم الغاء الملفات دي. بعد الاس مكتوب عندي كود شركات الطيران، بعد كده رقم الرحله، بعد كده الكلاس، بعد كده تاريخ الذهاب، بعد كده الرحلات دي طالعه من كايرو الى لندن او من كايرو لجده. الرقم اللي بعدهم ده رقم 3، يعني الملف ده فيه 3 مسافرين وفي ملف تاني كان فيه 4 مسافرين. في الاخر خالص ده رقم الحجز المكون من 6 ارقام وحروف ونقدر نسترجع الملفات منه. تعالي نجرب نجيب الملفات دي اللي هي 8 مثلا، نحطهم في الكيوهات بتاعتك. لو حبيتي تظهري الملف ممكن نعمل ار تي ونكتب واحد، واحد اللي هو رقم السطر كده. هنفتح الملف الاولاني ار تي واحد، ده العرض الملف الاول. لو انت شايفه الملف الاول على الشاشه وعايزين ندخله جوه الكيو رقم 70، بنعمل امر اسمه كوين ايزي كيو اي. كيو اي ده معناها بيضع ملف الحجز اللي انت شايفاه في الصندوق اللي انت عايزاه بعد شويه. فيبقى طالما الملف مفتوح ممكن نعمل امر اسمه كيو اي كوين ايزي، ونكتب بعديه رقم الصندوق اللي احنا عايزين نحطه فيه، هنكتب جنبيه بعدها رقم 70. ممكن نجرب الامر ده براحتك. بعد ما تكتبي كيو اي ده يضع ملف الحجز داخل الصندوق رقم 70. احنا الكيو اللي احنا اخترناه كانت 70، هنكتب رقم الكيو بتاعنا 70 وانتر. السيستم في اللحظه دي هيطلع لك رساله يقول لك اون كيو، معناها ان الملف اللي انت عملتيه ده دخلناه جوه الصندوق رقم 70. عايزين نجرب القصه دي مره ثانيه، نسترجع الملف رقم 2. لو انت عايزه ترجعي للقائمه اللي فاتت ممكن تعملي ار تي وتكتبي 0. ار تي 0 معناها العوده الى القائمه السابقه، القائمه بتاعه الاسماء اللي انت عملتيها من شويه. فار تي 0 ده اعاده عرض القائمه الخاصه بالاسماء اللي انت عملتيها من شويه. نفس القائمة دي عايزين نسترجع بقى الملف رقم 2 وبعد كده رقم 3 لحد رقم 8، نسترجع كل ملف فيهم ونحطه جوه الكيو رقم 70. هنعمل ار تي دلوقتي 2 وبعد كده نعمل كيو اي 70 بعد ما يظهر عندنا الملف براحته. هنكرر العملية دي، نعمل برضو RT 3، نسترجع الملف رقم 3 على طول، مش محتاجين نظهر القائمة اللي فاتت لأنها لسه أكتف أو موجودة عندي. بعد ما رقم 3 ممكن مش محتاجة القائمة بتاعتي، نعمل RT 3 على طول. بعد ما يظهر عندي نعمل كيو اي 70 ونمشي بنفس الترتيب كده لحد رقم 8. هنسترجع بقى الملف رقم 4. بعد كده نفس الانتري تاني كيو اي 70. نكمل 5.
آخر واحد غالبا هيكون رقم 8. كده تقريبا احنا حطينا أكتر من ملف جوه الصندوق بتاعنا. عايزين بقى نروح نفتح الصندوق ده ونتفرج على الملفات اللي جواه. فبنعمل أمر اسمه كيو اس. كيو اس يعني كيو شو، عرض أو إظهار أو فتح الصندوق رقم 70. نكتبه سوا، كيو اس 70 معناها فتح الصندوق رقم 70 أو عرض أو إظهار الصندوق رقم 70. أول ما هنفتح الصندوق ده هيظهر عندنا البيانات الأساسية بتاعته، في اسم الموظف اللي عامل الكيو دي على الشمال، هيظهر اسمك، الكيو دي رقم 70، كلمة في زيرو معناها الكاتيجوري رقم زيرو، معناها إن أنا ممكن كمان أقسم الصندوق بتاعي لأكثر من تقسيمات فرعية. الرقم اللي موجود بين قوسين ده بيمثل عدد الملفات اللي موجودة جوه الصناديق دي. يعني أنا عندي دلوقتي 8 ملفات غير اللي أنا شايفه. فالملف اللي أنت شايفاه ده رقم واحد، في 8 ملفات تاني غير الملف اللي احنا شايفينه. تعالي نفترض الملف الاولاني ده بتاع عميل مسافر عندي، عمل رحله ذهاب وعوده بس قال لي ان انا مش محتاج الرحلات دي او مش هيسافر، عايز احذف الملف بالكامل. ممكن اجرب اعمل اكس رحله الذهاب والعوده دلوقتي، نجربه نعمل اكس اي ونشوف السيستم هيرد علينا يقول لي ايه. هكنسل رحلة الذهاب والعودة، أنا أقدر أشتغل عليه وأنا جوه الكيو، أو ممكن أخده بره كمان على السيستم وأشتغل عليه. هيكون أسهل بالنسبة لي لو اشتغلت من جوه الملف، هنستخدم إكس أي نكنسل رحلة الذهاب والعودة بالكامل. وبعد كده نحط التوقيع عادي كأننا بنشتغل على الملف، نعمل آر إف و إي آر. ار اف لازم تكتب على الاقل اسمك المعتاد، وبعد كده نعمل اي ار. كده تقريبا الملف ده احنا مش عايزينه، عايزين نحذفه بقى من جوه الكيو لان احنا ما بقيناش محتاجينه. لو حبيت احذفه من جوه الكيو واشوف الملف اللي بعديه، هعمل امر اسمه كيو ان او كيو نانسي. كيو ان ده معناها بيعمل ريموف للملف من جوه الكيو، وبيعمل شو للملف اللي بعديه، شو نيكست بي ان ار. فالامر اللي انا عايزك تعمليه دلوقتي اسمه كيو ان، ده هيحذف الملف ده ويوريني الملف اللي بعديه على طول. كيو ان والرقم صح؟ رقم الملف. كيو ان مش هنكتب بعديه اي ارقام، كوين نانسي بس. بالظبط. كده هو قال لي عدد الملفات اللي موجوده ناقصه واحد، لو بصيت على الرقم اللي بين قوسين بقى 7، وعرض لي الملف الجديد اللي موجود قدامي. هنفترض الملف ده مسافر تمام، ما عندوش اي مشكله وانا بكلمه وهيسافر، فعايز يكمل الخطوات بتاعته لحد ما يطبع السفره. هتلاحظ الملف ده فيه رحله ذهاب ورحله عوده، كل البيانات بتاعته مظبوطه بس ناقصه الاصدار او ناقصه الطباعه. تعالي نشوف اذا كان فيه تسعير ولا لا. نطلع بالملف بتاعنا فوق شويه، نشوف علامه تي اس تي ظاهره، هتلاحظي برضه الملف ده لسه ما طبعش. تعالي نسعره ونحط طريقه الدفع والكوميشن ونطبع التيكت بتاعه. هنعمل اف اكس تي، بعد كده نعمل اف بي كاش. هنا الاف اكس بي دي جاب لي لسته اسعار كتيره لان الرحلات اللي موجوده مش متجانسه مع بعضها، وهنشوف ازاي بنجيب الرحلات دي او بنشوف ازاي نختار درجات الحجز المختلفه. ممكن تستخدمي الامر بتاع الاف اكس بي فور بيبي عشان يجيب لي اقل سعر ويخزنه على طول. هنعمل اف اكس بي فور بيبي، لو ليه سعر ارخص هيغير الدرجه ويسيبه على طول في الملف. هنحط برضو طريقة الدفع كاش، والعمولة بتاعتي وليكن 3%، ونمضي ونحفظ ونعمل أمر الطباعة ونصدر التيكت دي. بعد العمولة برضه هنحط التوقيع، نعمل سيف ديبلوم ونعمل اي ار، وبعد كده نجرب امر الطباعة بتاعنا تي تي بي سلاش ار سي.
لا عملنا ttb/rt، السيستم هيقول لي اوكي اتاكد، طب انا مطمن ان التذاكر اتصدرت دلوقتي حالا. نعمل rt كمان. لو رجعنا لملف الحجز هلاقي البيانات بتاعتي ظهرت تمام. عايز بقى الغي الملف ده من جوه الكيو، مش معنى ان احنا بنحذفه من جوه الكيو بنحذفه من على السيستم، انا مش عايز افتكره بقى تاني ولا اعمله ريمايند ولا حاجه. ممكن اعمل نفس الامر بتاعنا تاني اللي هو كيو ان، كيو ان هيحذفه ويعرض لي الملف اللي بعديه عشان اكمل شغلي بعد كده. هنعمل كيو ان مره تانيه ونشوف الملف اللي بعديه فيه ايه. اكيد بعد ما اعمل كيو ان لو بصيت بين قوسين هل عدد الملفات بدات تقل بقى واحد بس او بقى سته، اقل من المره اللي فاتت. الملف اللي موجود ده فيه تغيير وفيه طباعه وفيه كل حاجه. هفترض ان انا مش عايز اشتغل عليه، مش عايز اعمل فيه اي حاجه، وعايز اشوف الملف اللي بعديه على طول. في عندي امر اسمه كيو دي، كيو دي معناها كيو ديلي، ديلي يعني تاخير او ترجيع الملف. فكاني بسيب الملف ده زي ما هو وبشوف الملف اللي بعديه، قد يكون ان انا هاخد فيه اكشن بعد شويه او مش عارف اوصل للعميل او للمسافر بتاعي. فنجرب نكتب الامر ده عندنا كيو دي للتنقل بين ملفات الحجز داخل الكيوهات او داخل الصناديق، هو اسمه كيو دي او دلتا. لو جربناه هيعرض لي الملف اللي بعديه بس عدد الملفات فوق مش هينقص مش هيتغير، هيفضل زي ما هو ستة زي ما هو. تعالي نجرب نعمل كيو دي ونشوف اللي هيظهر عندنا هيكون ايه. ظهر عندي نفس الرقم فوق ستة وجاب لي الملف اللي بعديه، فكيو دي ده بيتنقل كالمعتاد ما بين الملفات بتاعتي. ممكن اقول لك امر تاني، لو انا خلصت شغلي بره الكيوهات وعايز اخرج بره فهنعمل امر اسمه كيو اي. كيو اي ده معناها كيو اجنور، عايز اخرج بره الصناديق خالص وارجع تاني لصفحه اماديس للشاشه بتاعتي اللي انا متعود اشتغل عليها. تعال جربوا نعمل كيو اي. لو عملنا كيو اي هنخرج بره الصناديق بالكامل وكأننا رجعنا على صفحة أماليس، نقدر نكمل شغلنا العادي زي ما احنا متعودين. وهنكتب مع بعض إن الأمر ده كيو أي للخروج من الصناديق، وهو اختار كلمة كيو إجنور. هيطلع لك رسالة يقول لك إجنور، أنا قفلت الملف وأوف كيو وخرجت بره الكيو. ساعات في بعض الملفات بتكون أنت عايزة تاخديها من جوه الكيو وتطلعيها بره. ممكن ناخدها بطريقتين، ممكن نكون كاتبين رقم الحجز أو خدنا منه كوبي ونعمل كيو اي ونيجي هنا على الشاشه دلوقتي نعمل ار تي ونكتب رقم الحجز، او ممكن نجمع ما بين الامرين دول في نفس الوقت. تعالي نجرب ندخل جوه الكيو مره ثانيه ونتعلم ازاي نجيب ملف حجز ونخرج بيه بره لو حابين نعدل فيه او نكمله لاي سبب. هنعمل كيو اس 70، ندخل جوه الصندوق رقم 70 ثاني، هنعمل كيو شو 70. بعد ما نفتح الكيو نجرب ناخد منهم ملف ونخرج بيه بره. نفس الكيو بتاعتي. هنفترض الملف اللي احنا شايفينه ده عايزين نكمل الخطوات اللي فيه، اذا كنا هنعمل له فويد او ناخده بره على سطح المكتب. نجرب نعمل امر اسمه كيو اي ار. كيو اي ار اللي هي اختار كيو اجنور، والار اختار ريتريف. يبقى الامر ده يعمل ايه؟ هيخرج بره الكيو وياخد اخر ملف حجز انت شايفاه دلوقتي عشان نقدر نعدل او نلغيه او نعمل فيه اي حاجه ثانيه بره الكيوهات لو انت عايز. كيو اي ار ده بنسميه للخروج من الكيو وإعادة عرض ملف الحجز للتعديل أو الإلغاء خارج الكيو. نجرب ندوس انتر ونشوف هيظهر عندنا ايه. فوق خالص هتلاقي كلمة الكيو اختفت واصبح عندي ملف الحجز ظهر قدامي بالكامل في كل البيانات اللي احنا عملناها. تعالي نشوف اذا كنا احنا مصدرين التذاكر دي ولا لا، نعمل له فويد ونكنسل. نعمل موف داون كده نشوف اذا كان في ارقام تذاكر في الملف ده. لو نزلنا تحت شوية عملنا ام دي او موف داون. اخر سطر موجود عندك هنا رقم 16، ده معناها ان في بيانات تانية في الصفحه الثانيه نقدر نشوفها تحت بسبب علامه القوس دي، فلازم نعمل ام دي.
نعمل موف داون. بعد ما ننزل لصفحة تانية هتظهر السطور اللي هي أكتر من 16. لو نزلنا تحت هتلاقي التذاكر اللي هي في السطر رقم 22 23 24 25، هي دي أرقام التذاكر. معنى كده إن الملف ده متصدر وكل حاجة فيه تمام. تعالي نرجع تاني نشوف الأسماء، نعمل RT ونجيب أسماء المسافرين. نمسك مسافر واحد فيهم بس الأدلت، نجرب نحذف التذكرة بتاعته ونلغي له الحجز بتاعه بالكامل. هنعمل RT، نرجع لملف الحجز تاني عشان نشوف أسماء المسافرين اللي عندك. لو عملتي RT بس ممكن، أو RTN، نسترجع الأسماء بس اللي يريحك. شوف الحرف الزيادة ده RT name، مظبوط. احنا عندنا المسافر رقم 2 اللي هو احمد عز، ده هو الادل. تعالي نجرب ان احنا نعمل له برضه سبليت الاول وبعد كده نزود التذاكر بتاعه. هنفتكر مع بعض كده خطوات السبليت اللي هي SD 2. هنعمل سبليت للباسنجر رقم 2 المسافر الثاني، بعد كده نحط التوقيع بتاعك. هنعمل ريسيف فروم، احنا اللي مسؤولين عن الالغاء ده، فهنعمل RF، هنحط التوقيع، وبعد كده نعمل EF. هنأجل الـ ER دلوقتي، هنسميها EF اللي هو End and File. نتأكد إن احنا ده وخليناها EF اللي هو Easy Focus، تمام؟ عشان نديله رقم حجز مختلف. أصبح عندي رقم، هنحط التوقيع تاني، هنعمل RF مرة تانية. لو عملنا التوقيع تاني هنعمل آخر أمر بتاعنا، هو ممكن نستخدم دلوقتي الـ ER بدل الـ ET. الـ ET كان بيقفل الملف ويحفظه، لكن الـ ER هيقفله ويحفظه ويعيد عرضه، فهيخليني أشوف الملف اللي أنا عايز أحذفه أو أعمل فيه أي تعديل أنا عايزه. أصبح عندي الملف ده فيه 2 مسافرين، الاتنين دول عايزين نسيبهم وعايزين نفتح الملف اللي إحنا فصلناه. لو مش باين رقم الحجز بتاعه ممكن نعمل موف داون. ننزل للصفحة بتاعتنا لتحت، آخر سطر موجود خالص هنلاقي فيه رقم الحجز بتاع المسافر اللي إحنا فصلناه. دايما موف داون هتضطري تعملي الامر ب MD، مش هينفع تنزلي بس بالسكرول بار بتاع السيستم. لو نزلنا تحت كمان اخر سطر بقى في الاخر خالص هتلاقي فيه رقم الملف اللي احنا عايزين نسترجعه. نزلي كمان تحت، لسه في صفحه تانيه، البيانات بتاعتنا كانت كتيره يمكن بسبب الاوبشنال. انا عرفت ان في صفحه تانيه منين؟ شايفه علامه القوس اللي هي قبل علامه اكبر من دي؟ طول ما هي ظاهره معناها ان في بيانات تانيه. ننزل تحت كمان، اخر سطر لو موجود فيه الاس بي اللي هو سبليتد معناها ده اخر سطر موجود عندنا في الملف، واخر رقم في السطر ده على اليمين هو رقم الحجز بتاعنا. ممكن نجرب نسترجعه دلوقتي ونعمل له فويد للتيكت بتاعته ونلغي المقاعد بتاعته بالكامل. ظهر عندنا المسافر ده لوحده، ممكن نلغي التذكرة بتاعته اللي هي في السطر رقم 9. هنعمل لها عادي TRDC/L9. هنا السيستم بيقول لي سيلز اوريدي كونفيرمد، معنى كده ان التذاكر دي ما كانتش مطبوعة النهارده، فالسيستم مش هيقدر يعمل لها فويد، هو عايزك تعملي لها ريفاند، وده يمكن هناخد المحاضرة الجاية أو يمكن اللي بعدها كمان. هنفترض ان احنا عملنا له فويد دلوقتي، تعالي نكنسل الحجز، نعمل اكس اي، نكنسل خط السير بتاعه بالكامل ونحط التوقيع ونعمل اي ار. جربي التوقيع تاني عشان كان في حرف او في حاجه مش مظبوطه. بعد كده نعمل اي دي، نعمل اجنور. ممكن نقف على القصه دي النهارده كده منها ونكمل برضه المحاضره الجايه، هيبقى عندنا حاجه تانيه في موضوع اللي هو الري ايشيو، ازاي بنغير التذاكر ونعرف بقى الغرامات والشروط الجزائيه بتاعتها، او نعمل حاجه اسمها ريفاليديشن اللي بتسمحوا بيه شركات الطيران، وكمان هيبقى عندي جزء خاص بالريفاند او الغاء التذاكر.
في بعض المواضيع التانية لو جه في بالك أي سؤال أو حاجة نقدر نغطيها. عايز أسألك الأول، هل أنت عملتي داونلود للفيديوهات بتاع المحاضرات اللي فاتت من على الموقع اللي بعته لك؟ لسه بصراحة وأنا لسه يعني مكنتش فاضية اليومين اللي فاتوا دول، حتى لما جيت أعمل تريننج امبارح أنا عملت متأخر يعني عشان كده متفتحش معايا براحتك، انا مش على السيستم، انا يهمني الموقع الفيديوهات اللي انا بعتها لك بيبقى ليها مده اكسباير الفيديوهات دي وبتتلغي، فعشان كده عايزك تتاكدي ان انت عملت لها داونلود النهارده واتفرجي عليها براحتك في اي وقت، لان الموقع بتاعنا بعد ما بيخزنها بيعمل لها ديليت اوتوماتيك عشان يسجل المحاضرات الجديده. انا يمكن بعتها لك على الايميل او على الواتس، هي معاكي دلوقتي؟ طيب لو موجوده معاكي عايزك النهارده تدخلي على اللينك ده وتعملي لها داونلود، وبعد كده بقى اتفرجي عليها في اي وقت يعجبك براحتك. ممكن ان شاء الله نتقابل عادي على المحاضره الجايه يوم الثلاث باذن الله في نفس التوقيت ده. لو عندك اي استفسار في الوقت ده او السيستم واقف منك كلميني او ابعتي لي على الواتس اللي انت عايزاه. نشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه.